بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا بيكم يا شباب. ده الفيديو الثاني في موضوع الخوف من الغوص. اتكلمنا في الفيديو الاولاني عن الخوف الايجابي والخوف السلبي، بنفس المبدا هنتكلم في الفيديو ده كمان، خوف ايجابي وخوف سلبي. لو ما شفتش الفيديو الاولاني ارجع شوفه عشان الفيديوين مع بعض باذن الله يعملوا لك جمله مفيده. هنتكلم النهارده عن الامراض، ودي احد الاسباب اللي ممكن تخلي الناس تخاف انها تقبل على الغوص اصلا او تجرب الغطس. يعني ممكن انسان يكون عنده مرض معين فمعتقد ان هو ما ينفعش يغطس بالمرض ده. طيب هقولكوا شوية حاجات كويسة كده سريعة. زمان أول ما بدأنا غطس كان عندنا اعتقاد أو اقتناع إن الشهادة الصحية اللي أنت بتملاها اللي فيها الأسئلة الصحية، أول ما أي حد بيجي يغطس بنديله ورقة كده شهادة صحية بيملاها بيكتب فيها إذا كان عنده أو السؤال بيسأله أنت عندك المرض ده فيقول نعم أو لا. كان عندنا انطباع كده إن أي حد هيقول كلمة نعم إجابة على سؤال الشخص ده ما ينفعش يغطس. وبجد كان الانطباع ده موجود، وكان شخصيا أنا عندي الاعتقاد ده لفترة طويلة من الزمن، لحد بقيت محترف وتابعت الموضوع عن قرب يعني، ولقيت لأ ده مش طبيعي. على فكرة إجابتك على سؤال في الميديكال ستيتمنت أو الشهادة الصحية إن أنت عندك مرض معين مش معناها إن أنت ما تغطسش. دي المرحلة الأولى اللي هيتبعها مرحلة تانية. المرحلة التانية إن أنت هتروح على تخصص طب الأعماق أو دكتور تخصص طب الأعماق عشان يحط لك برنامج فيقنن لك حالتك، أو يحط لك برنامج أنت تتبعه أثناء رحلة الغوص بتاعتك. مش معنى انت جاوبت نعم ان انت ما تغطسش، مش معنى ان انت عندك مرض مزمن ان انت ما تغطسش. في ملحوظتين مهمين قوي عايز اقولهم دلوقتي. الملحوظه الاولى ان الدكتور بتاع المرض المزمن بتاع حضرتك ما ينفعش يقول لك تغطس او ما تغطسش. تخصص طب الاعماق هو التخصص الوحيد اللي يقدر يجزم اذا كنت تغطس او ما تغطسش، وتنزل عمق كام وتقعد قد ايه، ويحط لك البرنامج. برنامج يخص الغوص يطلع من دكتور تخصص غوص. الملحوظه الثانيه اللي عايز اقولها ان تخصص طب الاعماق تقدم جدا على مستوى العالم في خلال ال 20 30 سنه اللي فاتوا، واللي اخص من كده كمان ان دكاتره طب الاعماق على مستوى مصر تجيبها من طابه لحد مرسى علم وتاخدها في اسكندريه. عندنا الحمد لله رب العالمين في كل محافظه ساحليه او كل مدينه ساحليه دكاتره طب اعماق يكادوا يكونوا من اقوى، والحمد لله من اقوى اطباء طب الغوص في العالم، بل يكادوا يكونوا اقوى اطباء طب الغوص في العالم. ودي مش مجامله ولا كلام ميديا، ده بجد، والناس المحترفين اللي بقالهم سنين في المجال عارفين الكلام ده كويس قوي. ولو مش مصدق انزل واسال في اي مدينه ساحليه. كمان عايز اقول لك بقى الامراض المزمنه زي ما اتفقنا لها برنامج. انت بعد ما بتكشف عند دكتور تخصص طب الاعماق بيدي لك شهاده موثقه بتقول ان انت فت في دايفنج، ينفع تغطس او ما ينفعش، مفيش مشكله خالص في الكلام ده. عندنا حاجه تانية بقى لقيناها برضه تخص الامراض، حاجه اسمها الامراض الوهميه. يعني ايه؟ يعني واحد صاحبنا يجي تلاقي مثلا شله مثلا فيها 5 أو 10 اصدقاء بيغطسوا، وتلاقي واحد فيهم كده قاعد ما بيغطسش. فصراحه احنا كمحترفين بيصعب علينا، نروح نقعد جنبه يعني انت بتغطسش ليه، مالك بس في ايه، لان احنا عارفين ان في مشاكل كتير قوي الناس فاهمها غلط وانطباعات خاطئه عن الغوص. فاللي ايه بيقول لنا لا ده انا عندي مثلا ضيق نفس او عندي جيوب انفيه، فنرد احنا عليه وقتها. وبقول لحضراتكم دلوقتي اي حد بيقول الكلام ده عن نفسه، احنا بعد ما اتكلمنا في الفيديو ده والفيديو اللي فات ان احنا عندنا خوف وموروثات قديمه وانطباعات سيئه باخدها من شخص او باخدها من اصدقائي او باخدها من ان انا عايز اغطس عشان اخد الصوره بتاعت الفيسبوك تحت الميه، عشان الحاجات اللي بحطها على كتافي دي كلها بتخليني اخاف، وده بينعكس عليا، عقلي نفسه بيصور لي حاجات او اعذار اقولها. فاقول لا اصلا عندي ضيق نفس. على فكره انت لو فكرت باسلوب خاطئ افكارك بقت سلبيه هينعكس على احاسيسك ومشاعرك، هيخليك تتنفس بطريقه غلط اصلا. عشان كده تلاقي الشخص يقول لك انا عندي ضيق نفس او عندي جيوب انفيه، هي مجرد اعذار بالمناسبه. لو انت عندك بجد ضيق نفس او عندك مشاكل جيوب انفيه او اي نوع من المرض، لو عايز تاخد السكه السليمه الصحيحه لازم تيجي تملى الميديكال ستيتمنت، نروح على الدكتور تخصص طب الاعماق، وبعد ما هو يشوف الاجابه بتاعتك بنعم هيكشف عليك تاني ويحط لك البرنامج المقنن اللي تغطس بيه. والله لو ما ينفعش تغطس بالمرض اللي عندك ايا كان نوع المرض هيقول لك انت ما تنفعش تغطس، وفي الحال يبقى انت ريحت نفسك واستريحت وصرفت نظر تماما عن الرياضه اللي مش نافعه معاك دي، بل يمكن تغير الشله بتاعتك كلها اللي بيطلعوا كل فتره يغطسوا في حته ويسيبوك قاعد لوحدك. طيب بنلاقي ناس تانية بقى تقول لنا انا خايف من الامراض اللي بعد الغطس، زي ما اجي اقول لك انا خايف اركب عربيه اللي اعمل حادثه، او خايف العب كوره لا طلبات صليبي. طب ما هو كده ما حدش يلعب كوره ولا حد هيركب عربيه. بالعكس بقى، الغطس بتاعنا من اقوى الرياضات اللي لازم فيها عوامل الامان. ان شاء الله باذن الله طول ما انت بتتبع عوامل الامان وعوامل السلامه والوقايه خير من العلاج. احنا عندنا قاعده في الغطس اسمها بلان يور دايف دايف يور بلان، خطط لغطستك اغطس خطتك. لما انت تخطط للغطسه صح وتغطس خطتك ان شاء الله ما فيش اي مجال للخطا.
في غطاس من الناس الكبيره قوي الموجودين دلوقتي حاليا، ضمن طول العمر والصحه يعني، وصديق شخص ليا، بيسالوه في احد اللقاءات التلفزيونيه، بيسالوه: انت ما بتخافش من تحت الميه؟ ما بتخافش من الغطس؟ قال لهم: لا، انا بخاف من بره الغطس. قالوا له: ازاي يعني؟ قال لهم: عشان بره الميه انا مش عارف الخطر جاي لي منين، لكن وانا تحت الميه انا عارف الخطر هيجيني منين، وعامل حسابي ووضع خطه فمتجنب الخطر. احنا كذلك في الغطس، احنا بنحط خطه، او المفروض كل الغطاسين بنحط خطه وبننزل نغطس خطتنا، وهكذا نتجنب كل مخاطر الغطس. عشان ما اطولش على حضراتكم بقى، نرجع نعمل سمري او ملخص للفيديوهين او لحالات الخوف من الغوص. اول حاجه يا شباب، احنا عندنا موروثات قديمه جدا خدناها من افلام الفك المفترس وافلام سينما وافلام كذا وكذا. هتاخد معلوماتك من مدرب الغوص فقط، هو الشخص الوحيد اللي يقدر يديك معلومات موثقه عشان ده شغله. وتاخد معلوماتك من كتاب التدريب اللي يخص كل كورس غطس، ما تاخدش معلوماتك من مجله. انا اخد معلومات اضافيه اللي هي بنسميها الاثراءات، لكن ما اخدش تدريبي الاساسي من الحاجات دي. بعد كده كمان لما تيجي تغوص، غوص لنفسك. لو عايز تاخد صوره للفيسبوك كويس قوي، خد الصوره، بس عشان الصوره تطلع حلوه حاول تحب الموضوع وتبقى انت نازل عشان عايز. لو عندك اي مرض ما تقلقش، طب الغوص تقدم، اطباء الغوص الحمد رب العالمين في مصر وكل المدن الساحليه تقدموا جدا. ومش معنى ان انت عندك مرض معناه ان انت بتغطس، على فكره لا، الوارد جدا والطبيعي ان انت هتغطس، بس اتحط لك برنامج يقنن وضع المرض اللي عندك. واخر حاجه، ما توهمش نفسك ان انت عندك مرض لو ما عندكش مرض. ربنا سبحانه وتعالى اول كلمه نزلها في القران الكريم بسم الله الرحمن الرحيم: اقرا اقرا. عايز تاخد اي علم خده بالقراءه. وبكده يبقى احنا خلصنا الخوف من الغوص. شباب، اول حاجه في حل اي مشكله هي ادراكها. احنا ادركنا المشكله مع بعض دلوقتي في الفيديوهين دول، وحطينا لها مسميات، عرفنا الاسباب، او على الاقل عرفنا حاجات من ممكن تسبب الخوف. وانا شخصيا اعتقد ان دي اكثر الحاجات اللي ممكن تسبب الخوف. فلو سمحت اتكلم مع اصحابك، اتكلم مع الناس، اتكلم مع اي حد تعرفه هيقبل على الغوص، قول له: خد بالك ان في مدرسات قديمه شيلها من دماغك، خد بالك ما تسمعش لحد، اسمع المدرب بتاعك بس، خد بالك اغطس لنفسك، وهكذا. كمان لو سمحت، لو عندك اي مشكله شايف انها كمان بتسبب خوف في الغطس، اكتبها لنا في التعليقات لو احنا ما ضفناهاش. لو انت عندك مشكله شخصيه ابعتها لنا على الخاص لو تحب. رمضان كريم، وربنا يعدي ايام الكورونا على خير يا اخي، ربنا يعدي ايام الكورونا على خير. عشان الواحد بص اتخنقنا من القعده في البيت بقى، وبعمل فيديو، انا كنت بعمل فيديو على البحر كده وانا قاعد على البحر كده، ما يعرفش قيمه مش عارف مين لما يشوف مين.